دلوقتي بنجهز ان شاء الله موسم الروبيان بيبدا 1/8 1 اغسطس، وبدا بمجرد بدايه الروبيان بنغير ادوات الصيد كامله من السمك للروبيان، لان دي حاجه وده حاجه. فطبعا ديت الشباك بتاعتنا اللي بنشتغل بيها في الروبيان، ديت حوالي 30 متر الشبك بنصطاد بيها روبيان. في عندنا بيبان بتركب في الشبك، البيبان 160 سنتي في 90 ارتفاع، ومعانا الحبال بتاعتها حوالي 150 متر من 200 متر، بنرميها في 20 قامة وفي 15 في 20 متر وفي 30 متر وفي 10 متر الروبيان. هي ديت اللي احنا بنستخدمها حاليا في الروبيان. مارك اللانج بيبقى فيه سبعة شباك من ديت، ستة خمسة على حسب القدرة الاتجاه اللي في اللانج. اللانج فيه خمس انفار، فيه ست انفار على حسب الترخيص او حسب الناس اللي موجودة. طبعا ديت وتكملها لها اللي هي الونوش اللي بتاع السحب. هذا بالنسبة للشباك. وسع العين بتاعتها انش ونص، انش. غاز الروبيان ده طبعا ما بيستخدمش في اي صيد تاني، هو روبيان بس. ان شاء الله بداية موسم الروبيان 1/8 1 اغسطس، والحين احنا بنعمل الصيانة الدورية حق المكاين والونوش لسحب الحبال والشباك من داخل البحر. بامتداد طول الحبال 160 متر، بامتداد طول الشباك 80 متر، بوزن ما يقارب 2 طن 2 طن ونص طن و800 كيلو على حسب حجم اللانج اللي بيشتغل. عدد افراد اللانج بتراوح من 4 ل 5 افراد، الكابتن والمساعدين اليه.